عدنا من جديد مع هياكل الرنين. في الفيديو السابق تحدثت عن كيفية رسم هياكل الرنين. لنبدأ بمراجعة سريعة ونأخذ النموذج الأول. أول نموذج هو عندما ترون زوج من الإلكترونات الغير رابطة بجانب رابطة باي. هذا زوج الإلكترونات الغير رابطة باللون الأزرق الآن بجانب هذه الرابطة باي بالأرجواني، ميزته لكم بالألوان. طبعا يمكن لزوج الإلكترونات هذا ينتقل لتشكيل رابطة باي إلى هنا، نعم بهذا الشكل. طبعا لا يمكن ترك الهيكل هكذا لأن الكربون سينتهك قاعدة الثمانية كما شاهدنا في الفيديو السابق، لذا يجب تحريك هذه الإلكترونات الأرجوانية إلى الأكسجين العلوي لنرى كيف سيبدو هيكل الرنين الناتج. إذا لنضع روابط سيجما، ومثل ما تحدثنا في الفيديو السابق روابط سيجما لا نلمسها أبدا هكذا. إذا هذا الأكسجين لديه زوج منفرد هكذا، وبينا حركة الإلكترونات الزرقاء هنا لتشكيل رابطة باي جديدة، والإلكترونات الأرجوانية من رابطة باي القديمة تحركت الآن إلى هذا الأكسجين في الأعلى. إذا هذا هو الهيكل الرنيني الناتج. حسنا، بما أن هذه هياكل الرنين سنضعهم بين أقواس مثل ما تعلمنا في الفيديو السابق. طبعا ولا تغفلوا عن شحنات الذرات، إذا حسبتم ذرة الأكسجين في الأعلى هنا ستجدون أن شحنتها تساوي سالب واحد، والأكسجين السفلي ستكون شحنته موجب واحد. طبعا يمكنكم مراجعة الفيديوهات السابقة في موضوع حساب شحنة الذرة في الجزيء. نعم، إذا هذا موجب واحد، رائع. دعونا ننتقل إلى نموذج آخر، وهو أن يكون زوج الإلكترونات الغير رابطة بجانب شحنة موجبة، ونأخذ هذا المثال. لنقل أن الشحنة الموجبة هي عند هذا الكربون، وزوج الإلكترونات الغير رابطة هو عند النيتروجين هنا بالأرجواني. الآن سنقوم برسم هيكل رنيني لهذا الكربو كاتيون لجعل الشحنة الموجبة غير متمركزة. كل ما يجب عليه أو عمله هو إظهار الحركة لزوج الإلكترونات هذه الغير رابطة هنا لتشكيل رابطة باي جديدة. لنرى ما الذي سينتج عندنا هذا الهيكل الرنيني بهذا الشكل. لنحرك الإلكترونات الأرجوانية، هي تحركت وانتقلت هنا، شكلت رابطة باي جديدة بين النيتروجين والكربون صاحب الشحنة الموجبة سابقا. طبعا الكربون حصل على رابطة جديدة وفقد شحنته، ولكن أين ذهبت هذه الشحنة الآن؟ ذهبت إلى النيتروجين، لأن النيتروجين لديه أربع روابط حوله وصفر من زوج من الإلكترونات الغير رابطة. إذا قمنا بجعل هذه الشحنة غير متمركزة لمساعدة الجزيء ليصبح مستقر أكثر هكذا. لنرى نموذج آخر الآن، لديه رابطة باي بجانب شحنة موجبة. إذا أخذنا حلقة مرة أخرى وضعنا رابطتي باي فيها بهذا الشكل، وسنقول أن هذا الكربون هو موجب الشحنة. إذا ما الذي يمكن عمله لجعل الشحنة هذه غير متمركزة؟ أينما نرى رابطة باي بجانب شحنة موجبة يمكن تحريك إلكترونات باي هذه لتحريك الشحنة. إذا نقلنا إلكترونات باي هذه سنضيف رابطة إلى هذا الكربون ونتخلص من أن الشحنة الموجبة لديه. إذا ونسلب رابطة طبعا من هذا الكربون هنا، رائع. لنرسم ما يحدث، نقلت هذين الإلكترونين هنا، الشحنة اختفت من هذا الكربون وتحركت هنا إلى هذا الكربون العلوي. إذا هنا حصلنا على شحنة موجب واحد. لدينا نفس النموذج، لدينا رابطة باي بجانب شحنة موجبة، والآن سأبين حركة الإلكترونات أو إلكترونات باي هنا، رائع. لنرسم هيكل رنيني جديد وهو هنا، نحرك الرابطة باي هنا بهذا الشكل، يخسر الكربون العلوي شحنته وتنتقل الشحنة للكربون هذا هنا، نحرك الرابطة طبعا. إذا هذا الكربون أصبحت شحنته موجب واحد. إذا يمكن رسم ثلاث هياكل رنين هنا لجعل الشحنات الموجبة غير متمركزة. والنموذج التالي سيكون رابطة باي بين ذرتي لديها قيم مختلفة للكهروسلبية. إذا أخذنا رابطة كربونيل، نعم أن نعلم أن الأكسجين أكثر كهروسلبية من الكربون، لذا الأكسجين يحتكر الإلكترونات الرابطة بشكل أكبر. دعونا نتخيل أن الإلكترونات الرابطة باي انتقلت إلى ذرة الأكسجين بهذا الشكل. نعم، دعونا نرى الآن، لنرسم هنا فقط يعنينا حركة الرابطة باي. إذا لن نعبث بروابط سيجما هنا، إلكترونات رابطة أو الرابطة باي انتقلت إلى هذا الأكسجين العلوي، لذا الآن هذا هو هيكل الرنين الجديد. لا تغفلوا عن الشحنات، فإذا أردتم تعيينها فهي كالتالي.
لدينا الكربون أسفل هنا لديه 4 روابط، لذا شحنته هي 0. أما في الهيكل على اليمين فشحنته هي موجب 1، لأن لديه 3 روابط فقط بدلا من 4، إذا موجب 1. رائع. طبعا وبعد أن تحسبوا الأكسجين ستخرجون بأنها سالب 1 كما تعلمون. لنتناول مثالا آخر الآن، في الواقع هو نفس الذي تناولناه في الفيديو السابق، وهو كما تذكرون هذا المثال بهذا الشكل، وهذا هو الهيكل الرنيني الأول لهذا الجزيء طبعا، وهذه الإلكترونات الزرقاء، وبينت إلكترونات الرابطة باي باللون الأرجواني. إذا فعلنا ما فعلناه في المثال السابق في الأعلى، كما قلنا أن ذرة الأكسجين لديها كهروسلبية عالية، لذلك ستسحب إلكترونات الرابطة باي لديها بهذا الشكل. حسنا، لنرى على ماذا سنحصل. نسيت أن أضع الشحنة السالبة هنا على الأكسجين. تأكدوا دائما، تأكدوا من وضع كل الشحنات التي يجب وضعها. إذا ماذا ينتج عن نقل هذه الإلكترونات؟ سأرسم هنا، نرى أن الأكسجين السفلي لا يزال لديه 3 أزواج من الإلكترونات الغير رابطة حوله، لذلك نعطيه شحنة سالبة. سنضع آخر زوج هنا باللون الأزرق، والإلكترونات الأرجوانية طبعا كما ذكرنا تحركت هنا إلى الأكسجين العلوي. طبعا هذا مشابه تماما لما حدث في المثال في الأعلى. الأكسجين العلوي لديه شحنة سالبة، والكربون فقط رابطة، فقد رابطة، إذن سيكون بشحنة موجبة. هكذا هيكلين رنانة، أو نعتقد ذلك. في الفيديو السابق كنا قادرين على رسم هيكل رنيني آخر عن طريق أخذ هذه الإلكترونات الزرقاء وتحريكهم هنا لتشكيل رابطة باي، وهو بكل تأكيد هيكل رنيني ثالث. طبعا هذا الهيكل الرنيني الثالث تخلص من شحنتين عليه، أعني بذلك أن الإلكترونات الزرقاء كما وضحناها في الهيكل الرنيني في الوسط تحركت إلى هنا وكونت رابطة باي جديدة، ولدينا شحنة سالبة على الأكسجين العلوي هنا بتحريك هذه الإلكترونات الزرقاء لتكوين رابطة باي جديدة. أصبح أو تخلصنا من شحنتين. هذا الكربون المركزي لديه 4 روابط حوله، لذا شحنته هي 0، والأكسجين في الأسفل هنا فقد شحنته وأصبحت 0. طبعا هذا يعتبر إيجابي بالنسبة لهيكل الرنين هذا. طبعا إذا أردنا أن نسأل أي من هذه الهياكل الرنانة يساهم أكثر، سؤال وجيه، لنكون قادرين على الإجابة على هذا السؤال يجب أن نفكر في الهيكل الرنين الذي يحتوي على ذرات أكثر ليس لديها شحنات. عادة الحد الأقصى المسموح به من الشحنات في المركب هو شحنتان فقط. هذه النقطة مهمة جدا. usually two charges maximum. إذا هذا يعني ماذا يعني؟ الهيكل على اليسار هو جيد لأن لديه شحنة واحدة، والهيكل على اليمين هو جيد أيضا لأن لديه شحنة واحدة أيضا، لكن هيكل الرنين في المركز لديه 3 شحنات، والذي يجعله غير مستقر أبدا. إذا هذا الهيكل في المركز غير هام، وهو الأقل مسامة من هذه الهياكل الرنانة الثلاث في هذا الجزيء من المركب. رائع. ما رأيكم الآن بتجربة مثلا النيترو ميثان؟ دعونا نأخذ النيترو ميثان وسأرسمه هنا. إذا ذرة النيتروجين وذرة كربون وعليها 3 ذرات هيدروجين. طبعا حسبنا الشحنات لهذا النيتروميثان في فيديو سابق. لنضع كل الإلكترونات الغير رابطة عليه بهذا الشكل طبعا، وهذه الإلكترونات عادة أرسمها باللون الأزرق، ولنبين الرابطة الثنائية هذه بين النيتروجين مع الأكسجين هنا كما ترون. طبعا الأكسجين هنا بشحنة سالبة كما تعلمون، والنيتروجين لديه 4 روابط وهو موجب الشحنة. رائع. الآن ما الذي يمكن عمله لجعل النيترو ميثان مستقرا أكثر؟ هل يمكن أن يكون أكثر استقرارا من كونه بهذا الشكل؟ سنحاول رسم هذاك الرنين. هذه الإلكترونات الزرقاء يمكن أن تنتقل إلى هنا وتشكل رابطة باي جديدة، وإذا حدث هذا فكما تعلمون لا يمكن ترك هيكل الرنين هكذا، لأن هذا النيتروجين لديه إلكترونات كثيرة حوله وأصبح ينتهك قاعدة الثمانية وهو في الدورة الثانية، لذا يجب أن لا ينتهك قاعدة الثمانية أبدا. إذا يجب إخراج هذه الإلكترونات من رابطة باي هذه ونضعها على الأكسجين العلوي هنا، لنرى على ماذا سنحصل بعد تحريك هذه الإلكترونات هكذا. الآن أصبح لدينا الأكسجين السفلي هنا، لنزيل هذه الإلكترونات، دعونا نزيلها بهذا الشكل، سأستخدم الممحى
نعم، ونرسمهم هنا على هذا الجانب. نعم، إذا الإلكترونات الزرقاء انتقلت إلى هنا لتشكيل رابطة باي جديدة، والإلكترونات الأرجوانية في الأعلى انتقلت إلى الأكسجين العلوي هنا بهذا الشكل. رائع. الشحنات، الآن الأكسجين العلوي لديه شحنة سالبة، النيتروجين لديه 4 روابط هنا، إذا لديه، قولوا معي، شحنة موجبة، والأكسجين السفلي لديه شحنة تساوي صفرا، إذا هذا هيكل رنيني للنيتروميثان، هو أيضا يحتوي على شحنتين على ذرتي الأكسجين العلوية والنيتروجين. نعم، لنأخذ مثالا أعقد قليلا، لنأخذ النيترو بنزين مثلا، سأرسمه في الأسفل هنا. طبعا هذه هي مجموعة النيترو كما تعرفونها. نعم، ذرة النيتروجين تتصل بذرتي أكسجين بهذا الشكل، رائع. شحنة سالبة على هذا الأكسجين، وأخرى على هذا الأكسجين شحنة سالبة، وأخرى موجبة على النيتروجين هنا. طبعا ولا ننسى حلقة البنزين، لأننا نتحدث عن نيتروبنزين أصلا، وهي بهذا الشكل، رائع. ما الذي يمكن عمله لعدم تمركز هذه الإلكترونات؟ أول شيء يمكن عمله، سنقول أن هنا لدينا رابطة باي بجانب شحنة موجبة، إذا يمكن لهذه الإلكترونات أن تنتقل إلى هنا لمحاولة التخلص من الشحنة هذه. نعم، وإذا كانت هذه الإلكترونات تنتقل إلى هنا، فإن الإلكترونات بين الأكسجين والنيتروجين يجب أن تزال، لأن النيتروجين لا يمكن أن ينتهك قاعدة الثمانية. لنرى كيف سيبدو هيكل الرنين الذي سنحصل عليه. إلكترونات الرابطة باي انتقلت إلى هذه الرابطة، الآن لدينا هذه الحالة، الإلكترونات في رابطة باي بين النيتروجين والكربون طبعا، ولدينا الأكسجين، انتقلت طبعا هذه الإلكترونات إلى هذا الأكسجين العلوي، وما يزال لدينا روابط باي في الحلقة هنا وهنا وهنا، لم تتغير. والآن ما هي الشحنات؟ حسنا، النيتروجين لديه 4 روابط حوله، لذا يمكن القول أن شحنته هي موجب واحد، وذرتي الأكسجين كلاهما بشحنة سالبة واحدة فقط، وأزلنا رابطة من الحلقة، أو آسف، من هذا الكربون، إذا هذا الكربون لديه شحنة موجبة أيضا، إذا لدينا 4 شحنات في هذا الجزيء كما ترونها. هذا سيجعل الجزيء غير مستقر، تذكر. أعيد، نحاول تقليل الشحنات لأقل حد، طبعا كما قلنا هيكل الرنين الهام لديه شحنتان فقط بالعادة، لكن لأن مجموعة النيترو أصلا لديها شحنتين، إذا يمكن أن يعتبر هذا الهيكل هام لهذا الجزيء للسبب الذي ذكرته قبل قليل. رائع. أرى أنه يمكن رسم هيكل رنيني آخر، لأنني أرى نفس النمط، رابطة باي بجانب شحنة موجبة، ورأينا هذا النمط كثيرا. إذا هذه الإلكترونات يمكن أن تنتقل هنا لمحاولة جعل الشحنة الموجبة غير متمركزة، ونرسم ماذا يحدث إذا انتقلت هذه الإلكترونات هنا. الجزء العلوي من الجزيء يبقى نفسه، لن أضع أزواج الإلكترونات الغير رابطة الآن، فقط سأرسم الشحنات، والإلكترونات ستكون متضمنة، لن أضيع الوقت كثيرا. هذه رابطة باي ما تزال هنا، وهذه الرابطة السفلية من باي انتقلت إلى هنا، وهذا يضيف رابطة إلى هذا الكربون، إضافة رابطة لهذا الكربون، وإزالة الشحنة الموجبة. أين ذهبت هذه الشحنة الموجبة؟ ذهبت إلى هذا الكربون، لأن هذا الكربون فقد رابطة هذا الكربون، الآن هو موجب الشحنة. مرة أخرى 4 شحنات، لكن هذا هيكل رنين هام لنفس السبب السابق طبعا، وبسبب تكرار النمط نفسه، فإنني أرى أنه يمكن رسم هيكل رنيني آخر، رابطة باي بجانب شحنة موجبة، إذا يمكن نقل هذه الإلكترونات من تلك الرابطة باي إلى هنا، لنرسم هيكل الرنيني الناتج الآن، لنرسمه بسرعة 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 بسرعة. نعم، ونضع الجزء العلوي من الجزيء مع شحنتين سالبتين وشحنة موجبة للنيتروجين هكذا. هذه الرابطة باي بقيت هنا، وهذه المرة رابطة باي على اليسار تنتقل إلى هنا لتشكيل رابطة باي جديدة بهذا الشكل. ماذا حدث؟ ركزوا معي جيدا، ماذا حدث؟ حصلنا على رابطة هنا وفقدنا رابطة هنا، إذا هنا تتواجد الشحنة الجديدة الموجبة، هذه هياكل الرنين الأربعة للنيتروبنزين، بالرغم أن العديد منها لديه أكثر من شحنتين، إلى أنهم ما يزال ذو أهمية وذو مغزى، لذا جميعهم يساهم في جعل الجزيء مستقر. نراكم.